لا، في الدرس الماضي استنتجنا التابع نقطة، إن هذه النقطة تتلقى موج واردي وموج منعكس، وقلنا بأن التابع يساوي 2 واي ماكس ساين 2 بي على لمدا بي اكس بساين أوميجا تي. طبعا الآن راح ندرس السعة. نعم، كثير هام سؤال اليوم. لابن السعه، يعني السعه العظمى لنقطه ان يساوي 2 واي ماكس بساين 2 بي على لمدا بي اكس. طبعا التابع كان بالشكل التالي، مطال النقطة إن، راح نكتبهم بهالشكل، مطال النقطة إن في اللحظة تي يساوي 2 واي ماكس، نعم، بساين 2 بي على لمدا بي إكس، نعم، بساين الأوميجا تي. الآن بالنسبة للسعة، نعم، نقوم الآن بدراسة السعة. السعة هي 2 واي ماكس بساين 2 بي على لمدا بي اكس. طلاب، أخذتها بالقيمة المطلقة لأن السعة يجب أن تكون موجبة، والساين مجاله من ناقص واحد إلى زائد واحد، لذلك بأخذ الساين بالقيمة المطلقة. الآن كيف أحدد أماكن عقد الاهتزاز وأماكن بطون الاهتزاز؟ طبعا عقد الاهتزاز إن هي نقاط سعة اهتزازها معدومة. فمتى نقول عن عقد الاهتزاز؟ عند العقد لما السعة معدومة. إذن وبالتالي ساين 2 بي على لمدا بي اكس يساوي صفر. يعني إذا كانت السعة معدومة، وبالتالي 2 واي ماكس بساين 2 بي على لمدا بي اكس معدوم. طلابنا 2 واي ماكس لا يساوي صفر، وبالتالي ساين يساوي صفر. أي زاوية ساين صفر هي بي كاف. الزاوية اللي ساين صفر هي بي كاف. فأقول ساين تيتا تساوي صفر، تيتا تساوي بي كاف. طلاب، هذا واضح من الدائرة المثلثية. طبعا هوني ساين، فأي زاوية ساين صفر هي الزاوية صفر والزاوية بي. فأقول ساين تيتا تساوي صفر، هذا يؤدي إلى أن تيتا، فالزاوية صفر أعود، إذا ساين تيتا تساوي صفر، تيتا تساوي صفر زائد بي زائد بي زائد بي وهكذا، إذا بي كاف. إذا ساين 2 بي على لمدا بي إكس يساوي صفر، وبالتالي 2 بي على لمدا بي إكس يساوي صفر زائد بي كاف، يعني بي كاف. إذا ساين 2 بي على لمدا بي اكس يساوي صفر، وبالتالي 2 بي على لمدا بي اكس يساوي بي كاف. طلاب، انا بامكاني اختصر البي مع البي، يصبح لدينا 2 اكس على لمدا يساوي كاف. بامكاني اضرب طرفي العلاقه بلمدا، يصبح لدينا 2 اكس يساوي كاف بلمدا. فإذا قسمت طرفي العلاقة على 2
الطرف الأول يبقى إكس يساوي كاف بلمدة على 2. إذن إكس يساوي كاف بلمدة على 2، حيث كاف عدد صحيح 0 1 2 3 وهكذا. إذا توصلنا لعند علاقة تقول إكس تساوي كاف بلمدة على 2، أي أن النقاط التي تبعد عن النهاية المقيدي التي يحصل عندها انعكاس وحيد، نعم طبعا هذه النقاط تبعد عن النهاية المقيدي عدد أعداد صحيحة موجبي من نصف طول الموجي، نعم يصلها اهتزاز وارد واهتزاز منعكس على تعاكس دائم، فتكون ساكن دوما وتؤلف عقد. إذن كل النقاط التي تبعد عن نهاية الحبل المقيدي عدد صحيح من نصف طول الموج هي عقد، وتكون المسافة بين عقدتين متتاليتين لمدة 2. أنتقل إلى تحديد أماكن البطون. طبعا بطن المغزل تكون فيه السعة عظمى 2 واي ماكس، واي ماكس من الأعلى وواي ماكس من الأسفل. يعني هلا نحن لو أخذنا بشكل موجي على سبيل المثال بهذا الشكل، لو لاحظنا إلى العقد سعتها معدومة، أما بالنسبة للبطن فمن الوسط وأعلى هذا واي ماكس، من الوسط الأسفل واي ماكس، فتتلقى هذه النقطة موج واردي وموج منعكس على توافق دائم، فواي ماكس زائد واي ماكس هو 2 واي ماكس. سعتها عظمى أي أن الساين يساوي الواحد، فالساين 2 بعلم ده بإكس يساوي الواحد. طيب أي زاوية ساين واحد تتناقش فيها طلاب؟ ما هي الزاوية التي يكون ساين هذه ساين تيتا تساوي الواحد؟ تيتا ماذا تساوي؟ من يجيب على السؤال؟ تيتا تساوي بي على 2 أو تساوي بي على 2 كي؟ بي على 2 زائد 2 بي كي. نعم طلاب في صوت؟ نعم صار. طيب أقول أنا ساين تيتا تساوي صفر، تيتا ماذا تساوي؟ تيتا تساوي بي إذا كان ساين تيتا تساوي صفر. إيه تيتا ماذا تساوي؟ إما صفر أو بي. بي على 2 زائد 2 بي كي 2 بي. طيب أعود إلى الدائرة المثلثية. أنا عندي هاي الساين، أي زاوية تبغى طلاب؟ هاي الزاوية بي على 2، الزاوية بي على 2 ساين واحد. أنا أقول ساين تيتا تساوي الواحد، وبالتالي تيتا تساوي انتبهوا بي على 2، الزاوية بي على 2 90 ساين واحد. طيب هذه الزاوية ساين واحد، إذا انتقلت بي يعني زائد بي أجد زاوية ساين ناقص واحد بالقيمة المطلقة واحد، هاي زاوية 270. لو انتقلت إلى زاوية اسع بي زائد بي أنتقل إلى زاوية كمان ساين واحد، وهكذا زائد بي زائد بي وهكذا. إذا تيتا تساوي بي على 2 زائد، إذا لما ساين تيتا تساوي الواحد تيتا تساوي بي على 2 زائد بي كاف. طلابنا انتبهوا على هذه العلاقة بي على 2 زائد بي كاف، أنا بس بدي أغير اللون وأعزل
البي على 2 عامل مشترك مشان ارجعها مثل الكتاب. فانا هون لو ضربت هون ب 2 وقسمت على 2 وطالعت البي على 2، بي على 2 عامل مشترك يصبح تيتا تساوي، نفتح قوس، طلعت البي على 2، بي على 2 عامل مشترك يساوي 1 زائد، اذا طلعت البي على 2 يبقى 2 كاف، 2 كاف مضروب في بي على 2، يعني تيتا تساوي لو قلت 1 زائد 2 كاف او 2 كاف زائد 1 مضروب في بي على 2. اذا لما اذا ساين تيتا تساوي الواحد، انتبهتوا؟ تيتا تساوي 2 كاف زائد 1 في بي على 2 او بي على 2 زائد بي كاف. ساين تيتا تساوي الواحد، ساين 2 بي على لمدا بإكس يساوي الواحد، وبالتالي 2 بي على لمدا بإكس، إذا 2 بي على لمدا بإكس يساوي 2 كاف زائد 1 في بي على 2. واضح؟ نعم استاذ، واضح. ممتاز. الآن أقوم بحذف البي مع البي بالطرفين، نعم، يبقى لدينا 2x على لمدا، 2x على لمدا يساوي 2k زائد 1 ضرب نص. طلابنا بضرب طرفي العلاقة بلمدا، لو ضربت طرفي العلاقة بلمدا يصبح 2x بالطرف الأول يساوي 2k زائد 1 بلمدا على 2. لو قسمت طرفي العلاقة على 2 بروح 2 كمان بالطرف الأول يصبح x يساوي 2k زائد 1 بلمدا على 4. إذا x يساوي 2k زائد 1 بلمدا على 4. إذا طبعا 2k زائد 1 هو عدد فردي، عدد فردي طبعا، وk هو 0 1 2 3 4 وهكذا. إذا 2k زائد 1 هو عدد فردي، لو عطينا الk 0 بيطلع معي 2k زائد 1 هو 1، لو عطينا للكي واحد يطلع ثلاثة وهكذا. أي أن النقاط التي تبعد عن النهاية المقيدة، إذا النقاط التي تبعد عن النهاية المقيدة التي يحصل عندها انعكاس وحيد، إذا النقاط التي تبعد عن النهاية المقيدة أعداد فردي من ربع طول الموجي، إذا النقاط التي تبعد عن النهاية المقيدة عدد فردي من ربع طول الموجي، طبعا هي بطول أو يصلها اهتزاز وارد واهتزاز منعكس على توافق دائم، فتكون فتكون سعة الاهتزاز فيها عظمى دوما وتؤلف بطول اهتزاز. إذا كل نقطة تبعد عن النهاية المقيدة عدد فردي من ربع طول الموجي هي بطن. طبعا وتكون المسافة بين كل بطنين متتاليين لمدا على 2، والمسافة بين كل عقد وبطن يليه هو لمدا على 4 كما هو موضح بالشكل التالي. فالمسافة بين عقدتين متتاليتين، المسافة بين عقدتين متتاليتين لمدا على 2، المسافة بين بطنين متتاليين كمان لمدا على 2، المسافة بين بطن وعقد متجاورين هو لمدا على 4، المسافة بين بطنين متتاليين هو لمدا على 2. لأنه طلاب طول الموجي، طول الموجي هو مغزلين يعني بهالشكل، نعم،
إذن عبارة عن مخزنين ليعملوا طول موجي.